جت من عند ربنا. يعني جت على المسكرة ما عندكيش ضمير؟ ما فيش إحساس؟ حصل تجاوز يعني وللسيدة الطبيبة، فأنا نفسي بقول لها يعني حقك عليا وأنا بعتذر عن هذا الموضوع. المحافظ زارنا امبارح، والنقاط الطيبة حابب أقولها قبل النقاط اللي هي اللي أنا يعني برضو مستأمنها. النقاط الطيبة إن سيادة المحافظ أو المجال المستشفى وجد إن المستشفى فعلا مكانها غير مناسب، لأنها مستشفى مقر مؤقت نتيجة إن المبنى الرئيسي في مدينة المراغة على الطريق السريع المباشر لكل الناس. المبنى ده مهدود بقاله 3 سنين على أساس إن هو يتطور ويتجهز كمستشفى جديدة تدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولحد الآن ما خلصتش الإنشاءات فيه. فإحنا اتنقلنا من 3 سنين مستشفى مقرها اتنقل من مستشفى المراغة المركزي في مدينة المراغة على الطريق السريع المباشر لكل الناس. اتنقل في أطراف المركز في قرية نائية بعيدة جدا، قرية أولاد إسماعيل، قرية صعب جدا المواصلات فيها. المواصلات فيها تقريبا الساعة 7 أو 8 المغرب تكون مفيش مواصلات خالص، زائد أصلا الطرق نفسها طرق غير آمنة بالنهار، ما بالك بالليل بقى والدنيا ظلمة والظلام الدامس وانقطاع التيار الكهربائي والكلام ده كله. وطبعا صعوبة بالغة ان الناس مقدم الخدمة اللي هو مجبر ان هو يروح بشكل يومي او في نبطشياته، بتبقى صعوبة بالغة عليه. ما بالك المواطن اصلا اللي هو اساسا يعني مش هيستحمل يروح الاماكن البعيدة دي نتيجة برضو المشقة والمصاريف، وهيجيب مواصلة خاصة وهيروح عشان ياخد خدمة طبية، ده ما ناخدها في المستشفى الخاص أو في مستشفى طهطا العام أو مستشفى جهينة أيا كان. فالناس فعلا بدأت تفضل من 3 سنين كده وتعزف عن مستشفى المراغة المركزي نتيجة إنها بعيد وصعوبة التنقل والذهاب إلى هذا المكان. فمشكورا معالي السيد المحافظ، أول قرار خلو أول ما وصل للمكان هو استشعر إن فعلا المكان بعيد والكلام ده كله، ودي حاجة طيبة جدا من معاليه إن هو يعني يدرك من اللحظة الأولى إن المكان ده لازم يتنقل. وطبعا دي خطوة جميلة جدا، وأنا عن نفسي كمدير مستشفى سعيت وخططت كتير ونشدت ناس كتير ونشدت أعضاء مجلس الشعب والكلام ده كله اتدخلوا. أنا لسه ماسك من حوالي 7 شهور تقريبا، وقلت اما ادخل المستشفى واشوف الدنيا ايه واحاول اطور فيها وبتاع، بس مهما كان التطوير بيحصل فيها برضو المردود مش كويس، لان المردود انا دلوقتي مع اللائحه الجديده بتاعه وزاره الصحه ان ما عادش حاجه لغت العلاج المجاني وبقت كل حاجه اقتصادي وبفلوس. فطبعا الخدمه الناس يعني مش هتدفع فلوس مواصلات وتروح مكان بعيد، والمكان اصلا برضه يعني غير مناسب ان هو يبقى مستشفى مركزي. هو مكان اصلا متهيئ على انه وحده صحيه، والوحده الصحيه دي استلمناها متهالكه. الوحده الصحيه دي المرافق بتاعتها ضايعه، الميه بتنقع من كل حته، وفيها شبكه غازات اصلا معموله جينا لقيناها مش شغاله وغير صالحه. ما فيهاش اسانسير، ما فيهاش حاجات كتير، ما فيهاش غرف كامله، المكان ضيق جدا على الناس، الموظفين مش لاقيين كراسي يقعدوا عليها، الموظفين يعني عددهم اكتر من المرضى اللي بيجوا. فالمكان ضيق جدا وغير مناسب برضه لتقديم الخدمه بشكل كويس وبشكل امن على المرضى وعلى مقدم الخدمه. وجينا لقينا المكان كده، فطبعا كتبت تقارير وكتبت طلبات لمعالي وكيل الوزارة الأسبق ومعالي وكيل الوزارة الحالي إن المكان مفيش تردد فيه ومفيش دخل فيه. إذا أنا هصرف على المستشفى إزاي مع إلغاء الدعم الحكومي والاتجاه للدعم التمويل الذاتي للمستشفيات، ودي حاجة مش وحشة. طلعونا ونزلونا، داير مين على ده ودير مين على ده، والوضع يموت في الآخر، يقول أنت روح بحر. هذا اللي انت قاعد عليه ده. ايوه طب ما انا قلت لكم.
يعني مشكلة في تذكرة الدخول. طب شوف العيال قوي، تعالى ادخل يا ابني، ادخل يا ابني. الشباب واضح هيموت. ودي تتحل معاهم للتحقيق. حط على السرير، حط على السرير. حل التحقيق، حط هنا على السرير يا سيدي. حط على السرير. والله يا باشا الناس دي جت من عند ربنا. يعني إن جت على المسكرة ما عندكيش ضمير؟ ما فيش إحساس؟ حل التحقيق معاك، حل التحقيق. قول يا سيدي، قول. انتوا ما بتكتبوش تتكلموا. لا مش قادر اشوف كده. والله يا باشا ما شغل الراجل ده. لا ما حدش كشف عليه. محدش راضي يكشف عليه الورق. اكشفوا عليه وقالوا لهم احنا دلوقتي حل. حاولوا على الراجل ده عشان التحقيق. باشا. عوروا معاهم. قال ليش شغلها. مع نفسه. ولد عم لو فيش علاج في المستشفى الغلابه قبل ما تتنقل المستشفى هنا. طب اديك كنت محتاج محاليل، هو ما رضيش يركبوا لنا تحاليل ولا رضيش يدونا حاجه. مشكلة. يجيب لي تذكرة. طب اكشف عليه وخد عندك دم. يا دكتور احنا كشفنا وكتبنا العلاج وهو محتاج يروح يتحجز. لا ما طلعش فوق الحجز ليه؟ رضيش يحجزونا يا باشا والله. والله يا دكتور هم اللي دلوقتي ساعة ما انت طالع سعادتك طلعت فوق قالوا لا احنا مش دلوقتي حد من عندي يطلع دلوقتي يحجزه. تمام تمام. عندك ضمير؟ انا الحمد لله عندي ضمير ومديني ان انا قاعد وما بيتحقق. قاعد بتعمل ايه؟ قاعد صف الكلى بتابع حد الكلى وغسيل الكلى. انا بدي اشوف كل واحد موجود في المستشفى يتحل تحليل ويقال المدير والنائب والمدير المستشفى ويتم نقل المستشفى لمكان ثاني داخل المدينه مع توفير كافه الدعامات الاداريه ليها من واحد لواحد. انا دكتوره اشرف مستشفى المراغه. اللي حصل من امبارح على حدود الساعه 4:30 الظهر للاسوي العصر اتبعتت مسج على جروب المستشفى، جروب الاسس بتاع المستشفى، ان المحافظ دلوقتي في المستشفى تفتيش مفاجئ. هو الساعه 4:30 دي طبيعي ده وقت نبطشيه مش وقت حضور يومي الصبح. فانا اتصلت بزميلتي اللي هي في النبطشيه على الساعه 6 الظهر وسمر الدنيا المحافظ عمل ايه لما جه عنده، لان معروفه التفتيشات دي طبيعي ان هو مثلا في حد متغيب بيتشطب عليه بيحاول تحقيق لو في اي مشاكل. فبتقول لي فكانت بتكلمني يعني ان هو عنفها بشكل شديد يعني بدون ما يديها فرصه ان هو يسمع منها. بالضبط قالت لي ان هي الحاله دي كانت جايه محوله من عياده خاصه من احد الدكاتره وهي هي 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 طبيبه نساء تمام؟ وكانت موجوده في المستشفى ده كان بطشيه استقبال عام. نايب الاستقبال العام ملهوش صلاحيه ان هو يحجز حاله. ده قانونا ملهوش صلاحيه ان هو يتخذ قرار بحجز حاله بقسم ما في المستشفى. ما بال حضرتك لما يكون قسم مش القسم بتاعها. فهي تواصلت مع الاخصائي يا دكتور في حاله امورها 1 2 3 وجايه بجواب كذا تمام؟ اتبلغت الاول ان لا خلاص ما فيش امكانيات عندنا خلي الحاله تتحول. اهل الحاله طبعا ما استجابوش لحاجه زي كده. لا ازاي؟ خدوا التليفون كلموا الدكتور وحصلت مشاده كلاميه. ده كله بناء على كلامها المساله. بعد المشاده الكلاميه لا خلاص احجزي. كتبت العلاج وقالت لهم خلاص هما كده هيتحجزوا في القسم فوق. فالاهل اخذوا التشخيص وطلعوا بيهم قسم الاطفال فوق. التشخيص كانوا تشخيصهم نزلات معويه. النزله المعويه اللي عشان تركب محاليل كده اكيد مش هيتركب في الاستقبال العام ده محتاج يتحجز ويتابع وياخد محاليل بجرعات معينه يحددها اخصائي الاطفال. الاخصائي بلغها بالجرعات والادويه وكل حاجه. المهم هم طلعوا فوق بدون ما ياخدوا تذكره دخول اللي هي الملف بتاع المريض اللي هي يعني طول اقامته في المستشفى هيتسجل عليه علاجه ومتابعاته وملاحظات الاطباء لو في تحاليل مطلوبه لو في اشعاعات لو في اي تدخل جراحي كل امر المريض بيبقى في الملف اللي هي التذكره دي. طيب خلوا التمريض تنزل. التمريض ما رضيتش تنزل عشان معاها حاله فوق. هي تواصلت تاني مع الاخصائي قال لها خليها يجيبوا تذكره دخول يعني هو تواصل مع التمريض وفهم منهم ان هي ما جابتش تذكره دخول الحاله ما جابتش تذكره دخول فقلت طيب هات تذكره دخول. فهم لما راحوا يجيبوا تذكره الدخول ما لقوش المعامل اللي كان معاه التذاكر على الاغلب كان بيمر مع المحافظ. فالاهل بدل ما مثلا ينتظروا او يسالوا فينه ولا اي حاجه او هو يعني هو كان موجود جوه المستشفى الراجل برضه ما قصرش
طلعوا على سيادة المحافظ احنا بيحدثونا البعض من هنا لهنا، احنا محدش كشف علينا، احنا محدش سأل فينا، احنا واحنا 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 والعيال بتوجع عقل. طب احنا بالذات المواليد دي بتحصل لكل الاطفال، وهي لازم تمشي في اجراءاتها حسب اللوائح. هي لو دخلت حاله بدون تذكره، كان حضرتك لو داخل اي مكان، انا بالنسبه لي تذكره الدخول او تذكره الاستقبال دول يعني بتقعد التعريف بتاعتي للمريض، ده اللي اسمه حق المريض وحقي، ده اللي يوم المريض لا قدر الله يحصل معاه حاجه تمام وعايز يثبت ان هو كان موجود في المستشفى الفلانيه هيثبت حقه بالتذكره دي. وكذلك كطبيب انا يوم هثبت حقي ان انا رعيت ربنا وتابعت المريض كذا 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 هثبت حقي برضه بالتذكره دي. بالاضافه التمريض مفيش حاجه اسمها ان هو ياخد امر شفوي، التمريض لازم عنده امر كتابي. حتى احنا في حالات الاستقبال العام عندي تذاكر الاستقبال، لو هدي حاجه للمريض حتى لو غرز جراحيه او غير جراحي بكتبها على التذكره، والتمريض بيبقى متبلغ بيها، والتذاكر دي بتحفظ عند التمريض او تسجل في دفتر عنده. بس هي دي الجزئيه اللي هي حاولت تفهمها لجهه المحافظ ان انا كشفت عليهم وبعتهم يجيبوا تذكره،